جدي، يا ترى أنت أخذت رأي أخي أزاد وإليف بهذا الشيء؟ ليش هنن أخذوا رأيي لما كتبوا كتابهم؟ جدي أنا بعرف شو يلي عم بتحاول تساوي، بس بترجاك لا تدخلهم بهالانتقام أبدا. ريان عزيزي أصلان، أنت شو عم بتساوي هون؟ وافي ريان، مو أنا قلت لك بتضبي أغراضك وبتنقلعي من هالقصر نهائيا. ريان أنت اطلعي. جدي عزيزة استأجرتها بالمصاري، كانت تعطية كل المعلومات يلي متعلقة بعائلتنا وأنا شفتها بعيوني هي وعزيزة. قلع من هون، ما في داعي لوجودها، خليها تروح. أنت بتعرف الموضوع؟ معناها ليش خليتها تضل بهالبيت جدي؟ في هون أختي قول وبابا وكل عائلتي موجودة هون، ما خفت تأذي حدا بسبب تعاونها مع عزيزة أصلا؟ ريان حنيفة رح تبقى بهالقصر. شو هاد يلي عم بتقوله؟ طيب فهمني ليش؟ كان وضعي صعب كتير، ما كنت بعرف إنه الأمور رح توصل لهون يا آغا، سامحني. حنيفة عزيزي أصلان، شو طلبت منك غير هذا الشيء؟ عن شو سألتك؟ مثل ما أنا حكيت لك بالأول، سألتني إذا نحن كنا رح نأذي حفيدة ميران ولا لا، وسألتني كمان على حفيدتها إلي، هي كانت رح تتراجع عن انتقامها مشانها، ما كانت رح تترك إليف هون. بس بعدين لما عرفت إنه أزهد ما رح يأذي إليف، رجعت تفكر بانتقامها. ما عاد فيني ابقى بهالقصر، وانت اساسا ما رح تسمح لي بقى. بترجاك سامحني، بترجاك. حنيفة انا بسامحك وبخليك تضلي هون، بس في عندي شرط واحد لهالشي. انت من اليوم ورايح رح تصيري تخبريني بكل خطط عزيزي والعيبة، وراح توصلي لي يلي بدي اياه، وبتساوي يلي بقوله بس. اتفقنا؟ جدي انا بترجعك اللي ليش؟ ريان حنيفة خبرتني كل شي صار، هي تصرفت بغباء، مدت ايدها بس المسكينة خسرتها. حنيفة صار موجودة معنا 40 سنة، واذا هي احتاجت للغرباء فهذا الشي غلطنا مو هيك؟ وكمان اذا نحن قلعناها من هالبيت، عزيزة ما راح تتركها بحالها. ما بيصير جدي، شو بيعرفنا انه ما راح تعيدها مرة تانية؟ ما فينا نوثق فيها. انت بس وثقي بجدك، لأني أخذت كل الاحتياطات، لا تشغلي بالك. ريان أنا في عندي طلب، ممكن يضل هالشي سر بين الجد وحفيدته؟ قصدي موضوع حنيفة، لا تفتحي قدام أي حدا، مشان هالمشكلة ما تكبر كتير، ومشان أهل البيت ما يعادوا حنيفة.